المشروع تبعي اسمه الكترونيك شيلف ليبلز. هلا المشروع هذا بيختص بالسيلينج بروسيس، السيلينج بروسيس للريتيلر اللي هم عندهم ماني اوف برودكت لاينز وبتغلبوا في عمليه البرايسنج. هو عباره عن عمليه، يعني نحولها على عمليه الكترونيه، بنحول عمليه البرايسنج من عمليه ورق وكتابه وهيك لعمليه الكترونيه عن طريق منتج بنسميه الكترونيك شيلف ليبلز او الكترونيك شيلف تاج. الالكترونيك شيلف تاج هو عباره عن سيستم بتكون من شاشه عرض صغيره LCD بتنحط على كل منتج. هلا ممكن انه احنا بنتحكم في الشيء اللي بدنا نعرضه، ممكن نعرض المنتج وسعره وكم كوانتيتي منه، ممكن انه نعرض وصف بسيط عنه، يعني ممكن انه احنا نتحكم بايش بينعرض على هذه الشاشه. هذه الشاشه بتكون مربوطه وايرلس مع البي او اس، مع سيرفر، مع اي شيء له علاقه بالبرايسنج، سواء كان وايرلس سواء كان سيرفر داتابيز، اي شيء له علاقه بالبرايسنج بيكونوا مربوطين مع بعض سيستم واحد. هذا هو باختصار. هلا السيجمنت اللي احنا مركز عليها في هذا البرودكت هو ريتيلر، وخصوصا ريتيلر وخصوصا اللي في عمان واللي في الكلاس اي ريجن، يعني اللي بيهتموا في انه يكون الكاستمر ساتسفايد بالموضوع. تقريبا بياخذ هذا المشروع ثلاث اشهر عشان نقدر انه يكون يعني نقنع الكاستمرز فيه ونكون عاملين انه كل الدراسات عنه. كلوزينج يس حوالي ثلاث اشهر. هلا من وين جبت المعلومات عن هذا الشيء؟ اول شيء عن طريق الويب سيرش. الويب سيرش بعطي فل انفو عن هذا الموضوع، قديش المتاعب اللي بتصير بالنسبه للبزنس اونر وبالنسبه للاي تي في هذا الموضوع. والشغله الثانيه انه عملنا ميتنج مع ناس لهم علاقه بهذا الموضوع، اي تي مانجرز، بس اي تي مانجر كان هو يعني اعطاني تصور كامل عن الموضوع. الكاستمر امبورت buying needs اللي هو طبعا هو شغلتين، اول شيء reducing cost، ثاني شيء increasing the revenue. reducing the cost بصير عن طريق انه بنقلل من ongoing label اللي هو الورق اللي بيستهلكوه كل مره لما بيغيره، وثاني شيء الستاف اللي حاطينه عشان هذا الموضوع. increasing revenue اولا انه بصير التايم بسرعه اكثر من نغير الاسعار، ثاني شيء انه في حال انه تغير البرايس كمان ممكن يصير اسرع التغيير، وبرودكت مارجن، والمارجن اكيد رح يزيد لانه الكاستمر رح يكون ساتسفايد اكثر وبكون ترستد اكثر في الموضوع لما بيكون الاشي منج بطريقه احسن. الديسيجن ميكر في هذا الموضوع هم تو بيرسونز. الاي تي مانجر، الاي تي مانجر ممكن نشرح له الموضوع من ناحيه تكنيكالي انه كيف احنا عاملين كومبليت سوليوشن للموضوع. البزنس اونر انه بنقنعه عن طريق انه احنا نعمل له دراسه كيف انه احنا بنقلل الكوست وبنزيد الارباح. تايب اوف بزنس ما فهمتها كثير انا ايش قصدكم فيها، بس انا يعني توقعت هو عباره عن الكترونيك برايسنج سوليوشن. البيبل هو كان انفلونس، هذا مكرر. هلا بالنسبه للكولز، الاول كولز عملتها كان الهدف منها انه احصل على ميتنج مع الاي تي مانجر عشان افهم بالضبط اذا كان هو فعلا عنده هدك من هذا الموضوع ومهتم انترستد او لا. اوكي هلا سجستد تكنيكس، انه بمجرد ما انا حكيت انه اي هاف سوليوشن فور برايسنج بروسيس اخذت الاتنشن تبعه لانه انا بعرف قديش هذا الموضوع عامل لهم هدك. سجستد كول سكريبتس، احكي انه هاي سير ام روان فروم اوكسجين كومباني، ايم pre-sales engineer, I take your number from الشخص اللي أعطاني الرقم. I know that you are interested in new technologies used for pricing process and I have good solution for that. I need to arrange for meeting with you please. البرزنتيشن استراتيجي طبعا على نظرية الفاب اللي هي features advantage benefit. هلا في كتير features في البرودكت، بس أشهر 3 أو 4 features إنها dot matrix display. الadvantage تبعها أنها بتعمل show all required product information، أي انفو احنا حابين نحطها عن البرودكت بنحطها. البنفيت تبعها resulting cost resulting cost saving and higher in general payback is usually quicker and clear. يعني لما بصير اي تغيير بيكون التغيير على كل الاشياء اللي لها علاقه بالبرايسنج مره واحده، يعني بيكون اسرع. البروف انه انا اخذت ماي سامبل للاي اس ال اللي هي كانت دوت ماتريكس ديسبلاي، الليبل الصغيره هاي اللي بتنحط، كان عندي واحده منها اخذتها معي عشان يعني افهموا ايش الفكره توصل. اللونج باتري لايف
كما هذه فيتشرز جديدة. الادفانتج تبعها انها من 5 لـ 7 سنين بتكون. طبعا اكيد البنفيت انها سيف الماني لانه فترة طويلة من 5 لـ 7 سنين. الابديت سبيد اللي هو بمجرد ما يصير تغيير على السيرفر على طول بيصير تغيير على الليبل وبصير التغيير على البي او اس، فهيك بضمنوا انه يكون اكيرسي 100% فما رح يتعرض لاي خسارة الاونر. ليش رزقوها الليبلز هي الكتر